ماذا نقول عن ليلى مراد الممثلة؟ هيلة، يعني إحساسها أكبر من إحساس عبد الحليم، بالجمل بالأداء طبعا. صوتها ما هوش زي بمكانة عبد الحليم قطعا، لا، لكن هي ممثلة بتغني، يعني شو بقى عكست، معلش. هي اشتهرت كمغنية، إنما أداها التمثيلي بيريحني. ليلى مراد الممثلة أديها 7/10. ليلى ما كانتش ممثلة، إنما كان روحها وصوتها بيغطوا كل ده. يعني ليلى عملت مثلا السري بتاع ليلى ممطرة وليلى بنت مدارس وليلى في أول حياتها، أنا كنت بعمل رقصة فيه في كل فيلم من دول. توجو مزراح يجي يروح مديني الظرف ألاقي فيه 50 جنيه، كانوا بالنسبة لي بقى، لغاية ما بقينا أصحاب جدا. يعني ليلى مراد وتحية لسه أقول لها، تقول لي قولي بالحق عملت الشوت ده كويس، أقول لها لا، تقول لي طب نعيده، أقول لها نعيده. يعني ساعة في شاطئ الغرام هوري، قال لي ضربيها بالقلم، قلت له ما اقدرش، انا ايدي تقيله، لو ضربتها بالقلم هتقعد تعيط. فجت قالت لي توح، قالوا لي هتضربيني بالقلم، قلت لها ما تخافيش، يعني انا هعمل لك كده وانت ميلي معايا، يعني كمان ما تقفيش زي فحملنا الشوت. قالت لي بتقولي ميلي، طرطيه في صوابعك، طرطيه في ايدك زي المرزبة. ممكن ليلى مش ممثلة بس مغنية، مش ممكن السينما المصرية هتلاقي جيتار زي صوت ليلى. والله اولا انا يعني شايفة ان انا اصغر بكتير قوي ان انا اتكلم عن فنانة جميلة زي كده، وفنانة امتعت الناس كلها لسنوات طويلة، وما زالت بتمتعنا بأغانيها وبأفلامها الغنية قوي، غنية فنيا يعني. فطبعا هي أنا كنت بحس إن ليلى مراد مخلوقة رقيقة قوي ومخلوقة ناعمة قوي، ده أنا على المستوى الإنساني قبل ما هتكلم عنها يعني فنيا. فهي مخلوقة كده جميلة ورومانسية قوي، ومش بتصنع او مش بتكلف، يعني مش بتدعي ان هي كده، لا ده هي كانها ملاك شكلا وموضوعا. وبعدين على المستوى الفني اغانيها جزء من شخصيتها، يعني مش منفصله عنها كانسان، لايقه عليها جدا ولايقه على التكوينه الجميله دي. وبعدين مش قادره اقول لك اكتر من ان هي امتعتنا سنوات طويله جدا. من الصعب ان احنا نتكلم عن ليلى مراد كممثلة فقط، لانه ليلى مراد تركيبة شديدة الخصوصية وشديدة التميز والتوهج على الشاشة المصرية والشاشة العربية. هي نموذج مثالي ونموذج جيد جدا لصناعة نجمة بمواصفات عصر كان بيتبع المدرسة الهوليودية في صناعة النجوم. فهي ولدت كبيرة، لأنها ولدت أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كبطلة لفيلم يحيى الحب 38، واستمرت مسيرتها من عمل إلى آخر، ومن تعاون مع مخرج إلى مخرج آخر. اكتملت خلال مسيرتها الفنية اللي قد تكون مش طويلة زمنيا، ولكن كانت ثرية جدا بالنسبة للسينما الغنائية وبالنسبة لحصيلتها كمطربة أيضا.